منطقة كيرما دي يعني أنا بفتكر عبارة عن هي سودان مسكر، يعني سودان مسكر لأنه فيها كل القبائل. يعني السوق بتاعنا في سوق كيرما سوق واحد، يعني كل القبائل اللي موجودة في السوق ده. الشيء الثاني، النادي بتاعنا نادي الشباب نادي واحد. ودي كان ما شاء الله، أنا كان عايشين مستقرين في الزراعة وفي التجارة في التعايش ذات. المشكلة بدت من غنيس، وكان شفت طبعا في تغييب عن الإعلام تماما. الآن المشاكل حصلت في جنوب الرصين ومهر الدماء بالذات، مقيمين عن الإعلام تماما. الحكومة بتقول ما في أي مشاكل، في استقرار، بجد في مشاكل بأمانة كده. حصلت اشتباك، الاشتباك ده للأسف الشديد ما بأسلحة بيضاء، بأسلحة نارية. الصراع حصلت يمكن من الساعة 11 ولا الساعة 10، يمكن للساعة 5 بساعة قريبة المغرب. الآن ما في أي تدخل واضح للقوات النظامية. بعد كده أي زول بدافع عشان النفسه. نحن متضررين شديد، يعني ضرر أنا ما بقول لك، أنت شايف بعينك. جو حجمونا في منازلنا بدون أي سبب، في قرية 3 وقرية 2 وقرية 1 وقرية 4 وقرية 6، والناس دي مدؤومين، يعني مدؤومين سلاح، مدؤومين أي حاجة. الأحداث دي مما بدأت، نحن قاعدين في البيت الوعكة الأولى بدأت كان بيوم الخميس. يوم الجمعة مرقنا من البيت نمشي الجيران بنقف ناخد لنا يومين ثلاثة، ونمشي الأحياء مع الصحبات والحبيبات بنقعد معهم يومين ثلاثة. بعد ذاك الأمور ترجع لمجاريها شوية كده، نجي راجعين البيت. أما الضربة الثانية دي زمن حصل اللي حصل، فعلا كنا في البيت مرقنا. يعني أنت بتتخيل زول أنت كنت قاعد معاه متعايشين أصحاب بنتلاقى في العمل، وحتى نحن عندنا مننا تزوجوا منهم وهم تزوجوا مننا. يعني ما بتتخيل زول يجي انت زول بتعرفه اكلت الملح والملح ما ويجي اعتد عليك في البيت. الحقيقه الاحداث بتاعت القتال القبلي بدات منذ منتصف يوليو 2022، تكررت مره اخرى في سبتمبر ثم اكتوبر، الثالث عشر من اكتوبر. الحقيقه احنا فقدنا حوالي 443 من مواطني الإقليم، والمصابين حوالي 678، دي حسب الإحصائيات الرسمية. الإصابات في جزء منها بأسلحة نارية يعني خفيفة، وجزء بسلاح أبيض. حتى الآن يوجد أعداد كبيرة نزحت بسبب هذا القتال، يتراوح يعني رقم بحوالي 67,000. 67,000 ده عند بداية هذا الشهر. السبب أصلا كانت الأمارة، الحفظ طالب إنشاء أمارة وقابل هنا الفاتحة المقوى. الناس قادت الشغل لما حصل الدجة، وحتى كان في مؤتمر في أمانة الحكومة في الإقليم هنا. المكون كان مطالب في مسألة العمارة وما إمارة لإسناد الحوسة، ومعروف في العرف الإدارات الأهلية هذا المسمى غير موجود في داخل الحياكل الشعبية بتاع الإدارات الأهلية. عندنا معروف في مك، في أمدة، في شيخ، في أرابيب شيخ، ولكن مصطلح عمارة في النيل الأزرق غير يعني موجود. لكن أنا بفتكر العملية بتاع نزارة الحوسة ما حاجة جديدة في الساحة، إن كان على الورق ولا على الأرض، لأنه عمارة الحوسة هي عمارة منذ العام 94 تقريبا لو صح التعبير، يمكن من 94 بعد أن كان مسمى عمارة الفلاتة والحوسة والبرنو.
لو انت متابع الناس يقولوا انه الحركه الشعبيه عدت الاماره للحوسه وحاكم النيل الازرق منحت الحوسه اماره. طيب اذا بنتكلم عن الكلام ده منذ العام 94، اين كانت الحركه الشعبيه في العام 94؟ يمكن الاداره الاهليه يمكن اجتمعت كلهم كمكونات سلطنه زرقاء وقعدوا في اجتماع واستنكروا هذا المسمى. ممكن وتم ابلاغ كل الجهاز الصلة اجهزه امنيه اجهزه تنفيذيه على راسها حكم الاقليم، وكان من توصياتهم القاء مصطلح الاماره لهذه الاسنيه دي. انا بفتكر البدايه بدت كده، حصلت تعبئه يمكن للاسنيه الحوسه. الناس بقيت في تشاهنات بيناتهم في تمليه، والتمليه بكده بحرك قب، يعني اي زول ده رزبيت انا كحوسه مفترض يكون دي عماره، ده حق من حقوقي، على الاقل يكون امبريلا او ليدر يقدر يوجهني بشكل واضح. قبل ما يكون صراع قبلي يعني حاجه دي حاجه سياسيه، الكل الوان مشاكل اللي قاعد تحصل هنا يعني بتكون يعني بين المعارضه مثلا او المتمردين او غيره ما كده مع الجيش السوداني. يعني اذا نحن نزحنا كلنا يعني كل المكونات دي بتنزح، بهاجروا بمشوا تاني بنجروا عايزين كلنا يعني مع بعض، لكن المره دي الصراع يعني اختلف يعني من شكله. يعني انت ما ممكن زول يعني الفتره دي الناس كده تكون قاعده، الناس قاعده متعايشين، ناس متزوجين ووالدين، يعني فجاه بس يجي يقول لك نحن ما دارين القبيله الفلانيه تخلى من المنطقه. هي البلد دي ما حق الزول، حقت الله. انت منو الارض نحن هل بتارسنا؟ نحن ما بنارس الارض. نحن لو حاولنا نشخص او نعرف الصراع ما بين مين ومين، ممكن نقول الصراع ما بين مجموعه اتبنت اسم باسم احفاد السلطنه الزرقاء والحوسه. تم انعقاد مؤتمر باسم احفاد السلطنه الزرقاء، ومن مخرجات المؤتمر اللي كان بيتكلموا عن خروج الحوسه من النيل الازرق، عن نزع الرغم الوطني من الحوسه. مشكله سياسيه هنا. انا كمواطن الشيء المبتدع هو داير يكسب الغالبيه بتاع الحوسه بالنسبه شنو؟ المشاكل السياسيه بالنسبه شنو؟ داير الغالبيه يعني الانتخابات. الناس مشكله سياسيه ومعلوم. انا ما بقدر بتهم مثلا طرف ثالث، يكون في طرف ثالث اجج الصراع او امل او سوى. المنطقه دي برضو يعني منطقه استراتيجيه، يعني من موقعها الجغرافي يعني منطقه بتاعت استثمار. يعني ممكن عادي تنزرع، يعني ممكن قد يكون طرف ثالث برضو ممكن يكون داري يستفيد. يعني الناس تتشاكل عشان انا اقدر شنو؟ اقدر ادخل حاجاتي انا الدايره. الحكومه ذاتها هنا والله الحكومه اصلا حكومه من طرف واحد، حكومه بتتحركه وبتتفاجئ جوا فقط. حتى اتفاقيه ذاتها ما واضيه للارض الواقع. حتى وادي حتى في هنا الترتيبات الامنيه ما لما ما عنده جيش، حتى بيجند في جيش، حتى بيجند من الحوسه ذات. زوجي بيجند من طرف واحد، ما هو داري يعمل شنو؟ عشان ده ما واطى، انا دار اجند بفتح الباب لكل المجال لكل الناس، لكن بس قبيله واحده فقط الحوسه. الناس اللي بيشوفوا انه الحركه الشعبيه جزء من الحاجه ده، انا بفتكر ده اتهام باطل، وكل من لديه ادله عليه وبالادله بتاعه، ونحن جاهزين نمشي معه. منذ ان مريت بمراحل كثيره جدا، يعني انا ما بعرف قيادات من امناء الحوسه موجودين داخل الحركه الشعبيه لاي سبب من الاسباب حتى يتهموا الحركه. ما اظن الحوسه يكون تعبير للحركه الشعبيه، لكن اي زول داير يجينا في الحركه الشعبيه مرحب به. الحاكم اقليم النيل الازرق بقول ما في اي نزاع داخل ولايه النيل الازرق، والان انت شايف بعينك وشايف الاطفال في الوطن، شايف اي حاجه. يعني احنا هسه اولادنا عشان نرجعوا بلدهم ما في طريقه، والناس دي لا حتى الان مدؤومين بالسلاح، لكن ما من وين؟ من الحاكم، من منو الله يعلم بعلمه، لكن الحكومه عارف الحته ده. انا بفتكر الحاكم هو رئيس لجنه الامن. لجنه الامن عندها مؤسسات تنفيذيه. الحاكم بيتخذ قراراته وفق الاجتماعات بتاعت الاجتماعات الدوريه الخاصه بلجنه الامن او الطارئه. بعد ذاك التنفيذ واقع الى جهات اختصاص من داخل لجنه الامن. هل ده الشرطه؟ ده الامن؟ ده الجيش؟ ده الجهاز القضائي؟ هم من بيقوموا بالتنفيذ. انا كررت الكلام ده كثير، انا بفتكر انه جزء من المؤسسات الحكوميه متقائسه، او بالذات الاجهزه الامنيه متقائسه من تنفيذ قرارات الحاكم. اثنين، اجهزه امنيه واجهزه تنفيذيه، بغض النظر عن نوع شنو كده. انت كحاكم، انت ما حاكم لحزب، ما حاكم لقبيله، ما حاكم لشنو، لمجموعه، انت حاكم لكل الناس. يعني اي برنامج
وانت رئيس لجنه الامن على مستوى البلد، يعني المسؤوليه الكبرى انت المسؤول الاول. السؤال الثاني، الاجهزه الامنيه بمختلف مسمياتها الان متفرجه، انا بقولها متفرجه الان، حتى اللحظه ما في تمت جمع سلاح. نحن ممكن نقول المشكله ذاته هي مصدره من الخرطوم اصلا. طيب المشكله اذا نحن شايفين الخرطوم عنده فوق يد، كيف نرسل ادارات اهليه من النيل الازرق للخرطوم عشان يمشي يحلوا لنا المشكله، والزول اصلا مصعد المشكله موجود في الخرطوم. العمليه والله الحكومه السودانيه بكل مؤسساته هو عندها اجنده ورا الكلام ده. طيب الناس اللي قاعدين يشاكلوا ده اللي بيشاكلوا بسلاح، الحكومه على مستوى الخرطوم على مستوى النيل الازرق اللي عندها علاقه مباشر بتنفيذ الاليات المنفذه لجمع السلاح لمراقبه الطرق، السلاح ده قاعد يجي من وين؟ اكيد قاعد يجي من الاجهزه الحكوميه. و انت لو متابع حتى اللجنه اللي رسلوا البرهان من الخرطوم للتحقيقات الاوليه يمكن طلعت ببعض القرارات لغايه الان قراراته لم ينفذ. نحن في 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 محافظه الدرماحي كلجنه امن المحافظه نعم عملنا كان بدور بصوره طبيعيه وجيده نعم، ولكن تم سحب القوات التي كانت موجوده في رئاسة المحافظة في استبدالها بقوات أخرى، ولكن القوات التي مفترض كانت تحضر لم تحضر. بالفعل بعد سحب القوات حصلت الكارثة. حتى نحن في المحافظة يعني لم يتم التشاور معنا، ولكن هذا هو قرار الإقليم، يعني استبدل هذه القوات بقوات أخرى عشان تتمركز في المحافظة، وتم سحب القوات وبعد سحب القوات حصلت الكارثه. ما في منتصر في دائما في الحروب القبليه دي، ان احنا كلنا خسرانين. يعني انا الان عندي اطفال حيبقوا في المدارس، هل لو في اغراض سياسيه فوق هناك ادوك سلطه ولا ادوك موقع، الناس الاطفال والناس اللي شافوا هذا بكون انت قدرت تحقق حياتك؟ اكيد بكون لسه في مرارات وشكل التعايش ثاني بكون شنو؟ صعب. والله يمكن الأودة للتعايش السلمي ده محتاج أول حاجة لإرادة، مش إرادة الشعب بس، إرادة الحكومة نفسها، كان على مستوى المركز كان على مستوى الـ 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 الإقليم هنا. لعل لو أصلا أنا شغال كمجتمع عشان أقدر أعمل رتقة نسيج الاجتماعي وأنت ما مؤمن بالفكرة أكيد ما بيقوى، بمعنى السوق ده تضافر جهود. أبنائنا الآن معانين في المعسكرات، هنا ما متعودين للمعسكرات، ما متعودين نجي نوقف في المعسكرات، والله نحن ولا فاضي لي منظم يجي الان هنا وهذا يدو زوره ما في حاجه. الان قاعد في مصر اشتغل شنو؟ انا خليت زراعتي في البلد. الناس تجي تقعد تترك تخلي الخلافات تخلي خطاب الكراهيه ونبذ الجهويه وانه دي ده من قبيله كذي، دي كلها ما بتحل المشكله. الناس تجي تقعد في الوطن تفتش الحلول وان شاء الله المياه بترجع لمجاريها. انا بمشي للناس البسيطين هم اللي بيشاكلوا. طيب الناس اللي انت لما يجوا يشاكلوا المنطقه بقت خاليه مثلا من الناس، انت داري تحكم منهم؟ اكيد انا عارف بكون في مرارات مع مرور الزمن، الحاجات دي شنو تتلاشى. يعني الناس اللي عندها خسائر مثلا بسيطه كده كلنا بنقوم شكل نفير. النفير ده معروف في البلد دي، والله كلنا بنقف جنبا على جنب. حاجات الخفيفة دي بنجي نسينا عليك بإندك بالماء إندك بالعناية بإندنا بشيرين، نسينا الحاجات البسيطة ولا مستوى المدينة هنا أو على مستوى الغرف. أنا بقول السودان للجميع، محتاجين برضو للقادة السياسيين والأمنين، دي أولادكم أنتوا كقدوة كان بتعملوا العملية دي، الصغار دي السودان ما بنلقى السودان ده تاني، لأن أي زول بيشوف نفسه أفضل وممكن يحقق حاجاته عبر المواطن وعبر المجتمع بتاعه. الإدارة الأهلية نفرق بين العمل السياسي والعمل الحروب القبلية، القبل ده بيهلوه تحت ببدلوه تحت، أو نكون إخوان نشوف المشكلة وين وشكل الحل كيف. أي برنامج قبلي ارتبط بعمل سياسي غير يربطه
اصلا ما بشيل. الرساله الاخيره انا بوصي بها الشباب ان احنا العمود الفقري، ان احنا اللي بنغير شكل كل التشوهات اللي بتحصل، ان احنا بس نعرف اثر الصراع بالنسبه لنا كلنا مع بعض، نضغط على الحكومه، نضغط لاي زول داير يتلاعب بشعب النيل. انا بفتكر الدور ده دورنا في المقام الاول قبل ما يكون دور حكومي ولا دور بتاع ادارات اهليه.